كنعتبر عبد اللطيف وهبي ورط صورة المملكة المغربية، ورط الوطن، ورط حزبه في متابعة ما كان لها أن تكون أصلا. هبغيت غنفهمها، اش كتأصل المغرب؟ كان رأسه مجلس حقوق الإنسان زيد، وعندك وزير دار خنشة ديال عفاد الله داهم العلاواش قالوا وقولوا خليهم يقولوا. إلا بغيتي تكون رئيس جماعة ولا برلماني، البعض ما نقولش كلش، كتمشي عند الأمين العام كتقول له هاك واحد 200 مليون أعطيني تزكية، والفلوس ملي كيشد الأمين العام ما كتمشيش للحساب البنكي ديال الحزب، كتمشي للحساب البنكي ديال الأمين العام أو للجيب ديال الحزب. خوتي المغاربة مرحبا بكم، نفترض البراءة للزميل التيجيني والزميل هشام العمراني مدير نشر موقع أش كاين اللي نشروا في الموقع ديالهم بأن السيد وزير العدل مصطفى عبد اللطيف وهمي تقدم بشكاية في مواجهتهما، ويروج أنه في مواجهة إسحاق شارية المحامي وأشخاص آخرين. إسحاق شارية لم أسمع ماذا قال، لم أسمع ماذا قال، ولهذا سأتعرض لأشكين لأنني مشيت بزاف الفيديوهات تجيني وكنحاول نقلب على ما يسمى بالفعل الجرمي، الواقعة الجرمية أو السلوك الجرمي. واش بصح التيجيني وهشام العمراني الزميلين الصحفيين غلطوا؟ أولا خليني نهني بعدا الزميل العمراني والزميل التيجيني وكذلك إسحاق شارية وكيقولوا شي أشخاص آخرين على هاد يعني التتويج وعلى هاد الهدية اللي هداهم السيد وزير العدل. كما قال لي مصطفى العلوي الله يذكره بخير، قال لي مغاربة بحق هذه ماشي واقعة الحبس، قال لي المغاربة قال لي ما كتولي صحافي كتمشي للحبس. الله يذكر السي مصطفى العلوي بخير. انا بغي نوضح واحد النقطة، بزاف ديال الرسائل وصلوني الحبس كذا، ما الحبس التيجيني العمراني اش هذا الشيء وهبي غيدخل ما غيدخلش، لأنه الأمر يتعلق أولا بقانون الصحافة والنشر اللي ما فيش عقوبات سالبة للحرية، ما يدخلوش كذلك الحبس لأن القضاة في هذه البلاد على الأقل في هذه الواقعة بعدا هذا الشيء الشكاية والسياق ديال مجلس حقوق الإنسان والمغرب، احنا عندنا قضاة ما يمكنش زعما أربع بهم باش دونك نحيدوا هذا النقاش، عاد ما يدخلوش للحبس ولا ما يدانوش كاع عندهم البراءة. من وجهة نظري أنا الصحفية قد أصيب غد أختار عنشارككم معها ولكم الحكم، كنعتبر عبد اللطيف وهبي ورط صورة المملكة المغربية، ورط الوطن، ورط حزبه في متابعة ما كان لها أن تكون أصلا، ولكم الحكم خوتي المغاربة. ليستقيم النقاش المغاربة خلوني نوضح ما يلي. الصحافة هي مهنة جمع الأخبار والمعلومات وتحليلها والتقصي، هلو مجر هذا هو التعريف، هذا هو وظيفة كيجمع الأخبار وكيجمع المعلومات. الصحفي يسمح له بالتجاوزات، سمعوا هذه العبارة مزيان، في إطار البلاد طبيعة مهنته. أنا نشارككم أحكام ديال القضاء الفرنسي، القضاء المصري، المحكمة الأوروبية، كتقول لك يقدر الصحفي تكون عنده واحد التجاوزات. أنا لا أعتبر الصحفيين هادو المعنيين داروا شي تجاوزات، لا توجد. أنا كنناقشك معكم في الجانب النظري، علاش؟ تيقولك الصحفي هو أولاً ملي كتكون شي قضية ذات أهمية اجتماعية وتشغل بال الرأي العام، الصحفي كيخرج يدير الأخبار، لأن أخطر ما يواجه المجتمع هو المعلومات الناقصة أو الإعلام الناقص أو انعدام الإعلام. أما الجمهور نهار اللي الجمهور ما كيبقاش عنده الإعلام هنا واجه الخطر، فالصحفي كيدي هذه الوظيفة. ولكن الصحفي عنده جوج حوايج اللي كتحميه وكتعطيه البراءة، أولا الحق في النقد، وثانيا أن يثبت الصحفي حسن النية. نهار الصحفي يثبت هذه جوج حوايج فلا جناح عليه. ما معنى حرية النقد أو الحق في النقد؟ أن الصحفي عنده الحق في النقد، نقول النقد هو الحكم أو التعليق على واقعة ثابتة وتقييمها، والمجتمع خص يكون عنده واحد القدر من التسامح. الصحفي خص ينقل الأخبار وخص يقبل، والفاعل الحزبي والأمني والمسؤول كما بغي يكون خص يقبل أن الصحفي عنده الحق في النقد، عنده الحرية ديال النقد، ولو كان ذلك النقد أحيانا مبالغ فيه بل مستفز. هذا قرار ديال المحكمة الأوروبية كتعقلوا على واحد جوج ديال الصحفيين في بلجيكا ودينوا لأنهم قالوا لواحد القاضي أنت انتصرت لهذا الطرف وقذفوه. المحكمة الأوروبية شنو قالت لهم؟ قالت لهم هذا الحكم مصادم للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. علاش؟ قالت لهم لأن حرية التعبير تعني، قال لهم ماشي كتعني ان الانساني، لا كتعني واحد من المبالغه ما كاين، بس قال لهم خت يكون حتى الاستفزاز. تصوروا معي
هذا جوج ناس. اما المشرع الدولي تيقول لك عندما يتعرف الفقهاء والفقه والشيات تقول لك ملي كتكون واحد القضيه شغله الراي العام، المخدرات، زعامات سياسيه طاحت البلاد، صوره ديال البلاد، قضاء دار حزب تزت الاركان ديالو، فالصحفي انا كتكون عنده واحد الحريه ديال التعبير اوسع. علاش؟ سمعوا مزيان المغاربه، لان داك الشيء كيقول لك الفقه والجهاد والقضاء تيقول لك كتولي الاولويه كيسميها هو، وحتى كاين حكم في المحكمه الاوروبيه تيقول لك ما يسمى بالضروره الاعلاميه، تيقول الخطر الخطير ماشي الصحفي انه استفز او لا بالغ، الخطر هو ان بحال مثلا عندك كاس افريقيا وعندك رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم غيمشي لكاس افريقيا، وعندك مثلا شي وحدين باغيين يفشل لك الكره ويفشل لك الرئيس، وتخرج اخبار وصفحات تبغي تقيس لك من رئيس الجامعه ظلما وبهتانا. الا مشيتي سريه البحث ما خصكش تهضر على القجع لانه ما كاينش، هذا حق. ولكن الفقه اش كيقول كلشي؟ تيقول لا، تيقول المصلحه الاجتماعيه والاهميه الاجتماعيه اللي كبيره كتولي اهم من ديك الحق الضيق اللي هو سريه البحث. ماشي مشكل، اللهم تخرج وتقول على ان القجع ما عنده حتى علاقه في هذا الملف، او لا تخلي المجتمع المغربي كله المصلحه الاجتماعيه كتضر بديك الاشاعه وكتضر الاقتصاد وتضر الكوره. مفهوم الفكرة؟ إذا كنسميوها الأهمية الاجتماعية، كنسميوها الضرورة الإعلامية، الصحفي بالضرورة خصو يتصدى للإشاعات أحيانا. في جو عادي وي، ملي كتكون قضية رأي عام، والعالم كله كيتبلبل، والمغرب كيتبلبل، فالصحفي لابد أن يتصدى، إذا كنسميوها حق النقد. العملية الثانية شنو كتسمى؟ أن يبدي الصحفي حسن النية، لأن الصحفي ماشي أنك أنت يا غتجيب يا فمو وقول عايحتك، لا، خاصك حسن النية باش كيتثبت بروعة ديال العناصر أو للواجبات. العنصر الأول عند الصحفي مهم هو، أنا هادشي كله غنجيبو كلام ديال التيجيني، خديت غير بعض المقاطع. أولا خاص الصحفي يثبت حسن النية باش كيتثبت بربعة الحوايج. العنصر الأول هو خاصو يأكد على قرينة البراءة. واش التيجيني اللي نشر المادة ديالو العمراني واش دافع على قرينة البراءة؟ هل انتهك قرينة البراءة؟ إذا ثبت القاضي بأنه انتهكت البراءة تما غيكون مدان. مزيان. العمل الثاني مهم، خاص يكون الاعتدال في القول وفي التحليل، ماشي أنك القضاء المصري حكم محكمة النقد المصرية كتقول لك ماشي أنك أنت تجي كصحفي عيباغي وتبقى تهول وتقول سيدي مثلا هذا وهبي عنده علاقة بالمخدرات، بيوي تاجر مخدرات، ناصري تاجر مخدرات، وإن المخدرات، هذا هو التهويل. سؤال، واش تيجيني دار هذا الوصف؟ واش كاين اتهام مباشر؟ هذه العملية الاعتدال في القول. العملية التالية تيقول لك وهو الموضوعية، تكون موضوعي، تجبد هذا وتجبد هذا وتجبد هذا وما تسقسي حتى شي واحد، هل كان التيجيني موضوعي أم لم يكن موضوعي؟ العملية الرابعة أو العنصر الرابع في هذه الوجبات كيسميوها القضاء المصري والفرنسي، تيقول لك وهو التحقق من صحة المعلومات. إذا الصحفي لا بغى عند القاضي تثبت حسنيته خصو ضربها، تكون صحة المعلومات تحرى فيها، تكون عنده الموضوعية، يكون الاعتدال في القول، ويكون احترم قرينة البراءة، علما أن قرينة البراءة المشرع في العالم أتحدى يمكن لك تدخل في قرينة البراءة في ملف معروض على القضاء إلى عززتيها، ما لا جناح عليك، ولكن إلى هدمتيها عندك المشكل. نعطيكم مثال، بحال دابا حنا ملي كنا كنتناولوا الملف ديال الإسكوبار، تناولنا لطيفة رأفت، على واش كنا كنعزوها ولا كنهدموها؟ ملي كنا كنتناولوها لأن أشيع على أن السيدة طمعت في الفلوس ديال السيد وعنده الثروات وعطاها وعطاها وعطاها، فبان البعض كان باغي يصور لطيفة أنها شي وحدة واهقة وأن علاقتها، وحنا خرجنا كنقول لهم لا، والدليل لانك اي واحد غيتوقع المهر فيه 4 المليار 5 المليار، لا كاينه واحد ال 20 ديال الويزا، لا ما كاين حتى 4 ريال اخرى تعطاها. اذا الهدف هنا تعزيز قرينه البراءه اللطيفه، لو كان الهدف هو بمعنى هذا هو الهدف، او لا واحد العمليه اخرى بحال مثلا حنا من المشاكل اللي عندنا في المغرب خطيره جدا هو اننا حنا كصحفيين مثلا المواطن واخا كيستهلك الماده ما كتكونش عنده الثقافه القانونيه او الثقافه الاعلاميه، بحال مثلا تيقول لك وعلاش هضرتي على الخاتم مثلا ديال لطيفه رأفت، بحال مثلا اسماء المنور الا تزوجت دابا ما عندناش حق في الخاتم، شحال عطاها في الخاتم واش عطاها في الويزا ولا ما عطاهاش، حيت ماشي موضوع راي عام، ماشي قضيه ذات اهميه اجتماعيه غير مطروح للنقاش، تما حياه خاصه. ولكن ملي كتمشي للاوراق ديال الملف ديال الاسكوبار، واش عبث القضاء تيقول المالطي رئيس الشبكه هو بيوي رئيس زعيم الشبكه، وكيقدموا سعيد الناصري هو المكلف باللوجيستيك وبالعلاقات العامه هو، اذا ملي كنقولوا حنا لطيفه رأفت طلعت هي والمالي لكازا وتلاقاو الناصري، والناصري جاب الخواتم، طبعا المعطيات اللي عندنا ان لطيفه ما خداتش الخاتم ولكن جابوا، ماشي الهدف هو الخاتم ولا حياه خاص، لا، تما كنبينوا الوظيفه
وفق المصادر القضائية اللي كتقول اللي كيقول الوظيفة أو اللوجيستيك ماذا يقوم، شنو هو دوره، هذا هو المهم. لو كانت لطيفة ما تذكرتش في هذا الملف حتى واحد ما يدخل لحياتها شنو دار، ولكن طبيعة القضية ذات الأهمية الاجتماعية والإطار هو اللي كيخلي ذلك الموضوع. إذن المهم تما ماشي لطيفة، المهم هو الدور الناصري. علاش مشيتي شريتي الخاتم؟ لأن القضاء تيبحث، عندنا مكالمة مع المالي واخا ما شديناكش متلبس، عندنا مكالمة، عندنا دار، مشيتي شريتي خاتم، مشيتي للملعب، درتي الزواج لهذا، درتي عيد الميلاد لهذا السيد مول المخدرات. فالقضاء هنا كيجتمع المعطيات. نتمنى تكون هذه القضيه واضحه. اذا نعاودها اخوتي المغاربه، قرينه البراءه اثبتها الصحفي من مش قرينه البراءه، جوج على انه يكون موضوعي، ثلاثه تكون صحه ديال المعلومه التحريفيه، ثم اربعه الاعتدال في القول. غادي نمشي الى المواد ديال الزميل التيجيني. هل سقط في المحظور التيجيني؟ نبداو وحده بوحده. حميد صبات علنا غادي يتهم الياس العماري بالترويج للمخدرات. هنا وجه الخطوره. ايش معنى القذف؟ راه المشرع اباح القذف، المشرع الفرنسي والمشرع المصري اباح، حتى في المغرب كاينه بعض الشهادات. حيت نتوما المغاربه تسمعوا القذف راه ماشي هو، لا القذف هو كنسب لك واحد الواقعه بغض النظر، كاين اللي يقول انت تنسب واقعه غير صحيحه، انا كنهضر لكم بالشهاد، كنسب لك واحد الواقعه. والمشرع مثلا الفرنسي اساء، اجاز الصحفي نسب واحد الواقعه غير تكون الواقعه صحيحه. فوقاش كيولي مدان منظور القضاء الفرنسي؟ واخا تكون صحيحه عندك سوء النيه، واخا تكون الواقعه صحيحه، الا فات عليه 10 سنين انت التجيني مشيتي عند وهبي وجبتي واقعه دازت لها 30 عام، مالك معاه؟ بغيتي تعز بها هكذا، ولكن هذه الواقعه قديمه. اولا مثلا جبتي له، ولا مثلا مشيتي مثلا لشي حياه خاصه في ظروف عاديه، ما كنقولش بحال دابا، بحال مثلا ما كاين لا دعوه لا والو، مشيتي قلبتي على لطيفة رأفت، ولا مشيتي قلبتي على وهبي، ولا المواقعة اسمح لي، ولا قلبتي لأي شخص موقع درج في حياة. إذا خاص يكون حاجة أخرى، ما يكونش هذاك السيد أدينا وجه رد الاعتبار، السيد رد له الاعتبار، علاش باقي كتستعملها؟ وخا تكون واقعة صحيحة، أو لحظة بالعفو الملكي، السيد عنده عفو الملكي، ولكن خاص لأن في الإثبات يقع، الإثبات كيوقع في الواقعية الإيجابية ماشي في الواقع السلبيه. حيت عندنا واحد المشكل، يقدر واحد مثلا ما استفدش من عفو ملكي ويروج انا راه استفدت من عفو ملكي ما تهضروش عليا، لا خاصها تثبت. الاثبات كيكون، ما تقول لي مثلا المهداوي سرقتي بوطه، غتقول لي وتثبت لي، اش غنثبت لك؟ الواقع سلبيه، حيت انا انت اللي كتقول ديت، ما يمكنش. اذا كذلك اللي كيقول دا العفو هو اللي خصو يشهر العفو، ملي يعرف الجمهور انه استفد من العفو انا ذاك نعم، ولكن اللي كان غير كينصب انا راه استفدت من العفو وطلبت العفو راه استفدت ودرت ودرت، لا، لانه دائما الاثبات كيكون في الاستثناء ماشي في القاعده. عقلوا لهاد القاعده، المغاربه كلهم يثبتوا لنا، راه كلشي طالب العفو في الحبس في المغرب، واش كلشي غيثبت؟ يثبت اللي استفد، في الاستثناء هو اللي كيكون فيه. نتمنى هذه الصوره كذلك تكون يعني واضحه. اذا القذف هو واقع نسبه. دابا فين غيكون تيجيني مدان؟ الا كان معمر شباط قال، معمر بن كيرين قال، معمر الجماهري قال، لا، إذا الواقعة كاين. دابا حنا الإشكال اللي وقع لنا في هذا الملف الإسكوار فين؟ خلينا الواقعة كتسمى الأصلية، ومشينا للتعليق على الواقعة الأصلية، بما أن الواقعة الخطيرة اللي كانت أحق بالتمحيص وبالبحث القضائي هي هو تصريحات شباط. لحقاش شكون اللي ممكن ينورنا واش صحيح ولا هو النيابة العامة؟ شكون اللي عرف داك الشيء اللي قالوا شباط؟ واش شباط غيغابر فابور؟ إذا عنده معلومات. لماذا حرم المجتمع من معلومات شباط؟ لماذا يعني فلت المجرمون بمنطق شباط من العقاب؟ لان الجهه الممكن لها البحث ما دارتش خدمتها في ابانه. اذا العيب واش على الصحفي ولا على السلطات المعنيه بالامر؟ اذا هنا نقول القذف، هاد ارجع لكم ديك من عيب شي دابا تيجيني غيثبت حسن نيته، واش هاد الواقعه سيدي انت موضوعي؟ هي إيه موضوعي؟ منين باش الموضوع؟ انا باقي كنهضر لهم وتحريتي في هاد الشيء، عاجيتي شباط ما قالش من كلا المال، هنا غيكون مدان. لا شباط قال، حنا غنشوفوا شباط واش قال ولا لا. مسؤول انا داك قيادي كبير داخل البام. طيب في 2015 غادي يجي واحد الشخصيه عموميه كبيره بزاف اللي هي سي عبد الاله بن كيران. 2015 كان رئيسا للحكومه، وعلى لسان رئيس الحكومه في واحد النشاط السياسي ديالو في اكادير غادي يتهم البام ويقول بانه هذا الحزب ديال الاصاله والمعاصره كيستعمل الاموال ديال تهريب المخدرات ولا الترويج للمخدرات للقيام بالحمله الانتخابيه. في
فين غيكون المدير التجاري 2015؟ اذا اش دار هو؟ هو هضرنا على واقع، هضر على واقع. الا ما كانتش مدان تجيني، اذا حنا ملي غنمشيو ل 2015 نقلب، واش قال هادشي بن كيران؟ ومازال ما جاوبش على الكلام اللي قال له شباب. شباب قال له انت كتاخذ الفلوس من عند الناس ديال العشبه بالملايير ومئات الملايين وعشرات الملايين، ومازال ما كذبش. كنقولوا له غير حاجه وحده، تكون فيه الشجاعه والجرأه ويكذب. اذا هنا ما عندوش القذف التجيني، عنده التعليق عنده التحليل اللي بالحق الجمهور. قضيه ذات اهميه اجتماعيه، كل ما كانش قال بن كيران غيكون مدان. سؤال تا واش شباط قال عاوتاني مشيو للاصدقاء شو قلبوا؟ النتيجه هي الاحباط اللي صار سكان هذه المنطقه. النتيجه هو الناس تغناو عن طريق هذه العشبه، لانه هددوا الناس في حياتهم وهددوا الناس في مصالحهم، والناس اللي مشاو لعندهم راح تحت ملفات ديال الضغط، ملفات اللي تهيئوها في الليل، كاين اللي خداو منه مليار، كاين اللي خداو منه 500 مليون، كاين اللي خداو منه 2 مليار، وكاين الفقير اللي خداو منه 10 المليون و20، هذه تيخليوها ذاك الصغار ديالهم اللي تيدوروا بجنابنا اجي لعندنا، تتجي تتعطي 10 المليون وتتخرج. هذا الحزب جمع الملايير، هذا الحزب تخصو يتحل. اذا شباط قال، ماشي غير شباط وبن كيران اللي قال، عندنا تصريح جديد خطير جدا جدا جدا، عضو مكتب سياسي ديال الاتحاد الشراكي، مسؤول اعلامي كبير جدا ومعروف، يعني شخص متزن ومحترم، السي عبد الحميد الجماهيري. سمعوا شنو قال، بان نسب واحد القول لادريس الشقر كيقول بانه هو والامناء العامون ديال الاحزاب اتفقوا قبل الانتخابات الاخرى باش تجار المخدرات ما يدخلوش الى العمليه الانتخابيه. ما يثيرني هو واحد زعيم حزب اللي هو كاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، جاء قال في مؤتمر في حي المحمدي الاسبوع اللي داز، قال اودي تم الاتفاق بما يشبه القرار بشهرين قبل الانتخابات على اساس استبعاد واحد كتله بشريه ديال البارونات من حقل التنافس الانتخابي، لكن الذي تم واستعمل الكلمه ديال الدارجه تيكت الكارطة و تم انقلاب على هاد. انا قلت له الاخ كاتب الاول عرفتي اش قلتي دابا، زعما راه رميتي واحد القنبله، معنى الامور جديه والنقاش الجدي كان يفترض مع متفق تلقى شكون الاحزاب اللي اتفق كذا كيف، وكان الامر لم يعني احد. اذا الواقع كاين، اذا هنا ها واقع اخر عندنا، كان غيكون مدان الصحفيين ولا اي واحد اذا كان ما كيناش واقعه. دابا الصحفي عنده الواقعه الواقعه حقيقيه من داخل حزب البام دائما. لاحظوا هذا شو سميتو، رئيس مجلس المستشارين، هذا رئيس ديال حزب المجلس المستشارين حكيم بن شماس، استاذ جامعي، استاذ جامعي المغاربه، امين عام ديال الحزب، كيهضر على حزب البام، قال لك ما الذي يجمع بين مكونات هذه الشبكه الناشئه وما سر التحالف بين اقطابها؟ إن جزءا كبيرا من الجواب على هذا السؤال الذي سنعود إلى تفاصيله لاحقا موجود في قسم الصفقات التابع للمجلس الجهوي. وتصور قسم صفقات شبكة، تهضر على شبكة، تهضر على شبكة داخل حزب البام، ماشي الحزب كله، كاين شبكة قسم الصفقات المجلس الجهوي مراكش آسفي وغيره من الجامعات الترابية، كما أنه موجود أيضا في الصفقات العامة للجهات والممتدة إلى ماربية. ماربية كاين مدينة في إسبانيا، إذا كاين ناس داخل البام داروا مشاريع ماربيه والصفقات كياخذوا الفلوس على حساب هذا الايحاء. هل فتح بحث قضائي حول هذا التصريح الخطير جدا 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 جدا؟ البام هو نيت كيولي يقول في نفس الرساله، يقول او قال لك علاش التزكيات بالفلوس كيتعطاو؟ قال لك لانها مديره للدخل المباشر الغزير الذي لا يجد طريقه لحساب الحزب البنكي والذي ينفع لشراء الولاءات. الا بغيتي تكون رئيس جامعه ولا برلماني، البعض ما نقولش كلش، كتمشي عند الامين العام كتقول له هاك واحد 200 مليون اعطيني تزكيه، والفلوس ملي كيشد الامين العام ما كتمشيش للحساب البنكي ديال الحزب، كتمشي للحساب البنكي ديال الامين العام او للجيب ديال الحزب على حسب هذه الرساله. شنو بغيتي الصحفي دابا، شنو بغيتي السي وهبي امام هاد التصريحات ديال شباط، تصريحات بن كيران، تصريحات ديال الجماهيري والتصريحات ديال هاد الشيء، وجوج عندك معتقلين والشعب كيغلي والمغاربه مخبتين، الصحفي شنو بقى يدير ديك اللحظه؟ غيخرج يحلل، غيخرج يطرح اسئله
واخا نمشي رجعوا للتيجيني شوفوا واش غلط واش قاص قرينه البراء واش ديك المبادئ اللي قلت لكم وحده بوحده هذه. فالسؤال كيطرح اسئله شكون هما هذا؟ انا ما عارفش والله ما عارف انا غير. اذا هو ما قالش فلان دا هو ما عارفش شكون تاجر المخدرات ما عارفش علاقه كان. اذا نص الصحفي كيتبش ماشي شنو هو القذف؟ هو يقول لك بالكذوب اديتي انت تاجر مخدر انت شديتي القد والقد ما عارفش قال لك انا ما عارفش انا باغي الجمهور نجمع معطيات ام قضيه مثارة ذات الشان العام. كنطرح اسئله كنطرح اسئله فين وجه الجريمه هنا؟ واخا نشوف فقط يعني انا غادي نطرح اسئله ولا اجزم ولا انا ما نقولش لبام ديال المخدره. هنا فكره جميله جدا كتعزز براءته مع لو كان تيجيني قال الحزب والبام هنا كيبين ملي كيكون القاضي كيقلب على سؤالية تيقول لا مشيتي للحزب كله. لو قال الحزب كله عنده سؤالية اثبات سؤالية حسن النية ديال تيجيني هو تيقول انا ما نقولش الحزب كامل لان يقول لك علاش خرج اذا هو كيقول ما كيقولش كلش ولا حزب الاثار المعاصره حزب المخدرات ولا حزب مروجي المخدرات. انا غادي نطرح نتقسم معكم بعض الاسئله وانتم قوموا بالاستنتاجات لان انا كنثق فيكم ونعتبركم اذكياء. اذا هذه اللي صح. نشوف واحد النقطه مهمه جدا شنو قلت لكم من الوجبات او من العناصر الاساسيه ديال اثبات حسن النيه الصحفي خصو يحافظ على قرينه البراءه. يمكن له يمس قرينه البراءه لكن يعززها لكن كما درنا حنا ديك المره ملي كنجي كنجيب مثلا شي دليل ان السيده لا ولا كذا في خصوص. اما لك تي غتجي وتبين وكذا ما كيكونش عندك بعض الحويجات ما بغيتش ندخل في بعض التفاصيل بحال دابا هو كيقول لك انا قرنت البراءه الناس باقا عندهم قرنت البراءه. ولكن ككل مره وانا اتناول هذا الموضوع كنذكر بالمبادئ العامه للقانون اللي خصنا نحترمها احنا كمهنيين وهو ان المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو. هاد الناس بقوا مشتبه فيهم ابرياء حتى يقول القضاء الكلمه الفصل في حقهم. دابا السي وهبي شنو بغيتي يدير هاد السيد؟ شوف شحال من عنصر عنده، عنده شباط قال كلام على البام، حزب البام، عنده رئيس حكومه. رئيس حكومه، وهنا نذكرك بواحد القرار ديال المحكمه الاوروبيه، شنو كتقول لك المحكمه الاوروبيه؟ كتقول لك عندما تكون الواقعه صادره عن جهات رسميه. فلا احد من حقه ان يحق ان يسال الصحفي عن التحقق ملي كيكون الامر امام جهه رسميه. هذا حكم ديال المحكمه الاوروبيه. اذا صدر تصريح عن جهه رسميه فالصحفي في حل المسؤوليه. واش رئيس حكومه شي جهه رسميه؟ علاش تقول تيجيني ولا العمراني ولا لا؟ لماذا؟ اذا هما في حل. اذا الواقع كاين، هذا صحفي امام رئيس تصريح رسمي جهة رسمية أمام شباط أمام الجماهيري أمام جوج قيادات مشدودين كاين عدد من قيادات البام مشدودين. شنو بغيتيه يدير هذا الصحفي؟ تصور لا زدتي له حاجة أخرى المغاربة كلهم باغيين يفهموا هو صحفي تيقول له شنو واقع في هذا الشيء؟ نوض حل لنا نوض شنو هي وظيفته؟ كتسمى الضرورة الإعلامية ما خاش الفراغ وإلا غتبقى الإشاعات. زيد عليها دابا وسط هذا الشيء كامل تصور أنت المغاربة تقول من تحتها خلينا نحلوا الأمور بهدوء من تحتها. كاع ما وقفتوش معاه ما هديتوش عليه. واش قريتي الملف ديالو؟ شنو فيه في الملف ديالو؟ ماشي شي حاجة خطر. ما قريتوش يا سيدي قال لك. هاد من تحتها تصور شكون ما عمر شي واحد ما قال لك يعني راك مشيتي تفاصلتي على القضاء ولكن قلنا لك خصك تخرج تصرح توضح لها. تصور اخطر ما كاين في القصه عاد وهبي وما تابلهاش اليوم راه الخطوره وهبي هو انه مزيان تخرج تهضر للقضاء باش تبان البراءه ديالك لان فين وجه الخطوره عندك؟ هو ان النقاش يبقى راه الصحفي دار فيك خير ملي كيجي وكيقلب على براءتك هو كيقلب على نقاء صورتك السياسيه هو عارف النقاش كاين في الديور وفي الصالونات وفي القهاوي لان كلشي كيسول مال الصحافه حتى المغاربه مال ما كيفهموش ولا تيقول هو كيفاش هذا البام وهذا قال بالكيران قال شباط واحد النهار كيولي وزير العدل في دائره الشبهه. اذا الهدف من هذا العمل الصحفي اللي كيدير التجيري ولا العمراني هو انك تدافع في صالحك ماشي انت خاسر خاصك تشكرهم ودير ندوه صحفيه وتصيفط بيان بخصوص هذه. اما اللجوء الى القضاء قد يفهم منه امر خايب ضدك. علاش؟ البعض شحال يقول لك؟ ايوا هذا السيد كتهمو شرفه وسمعته مزيان اللي كيهمو شرفه خصو دائما فيما يتقاس. ياك البارح قالوا عليها سيدي بانه 4 مليار ونص ما خلصهاش الخزينه العامه ملي كان كينوب على شركه وانا والوثيقه خرجت
واش اتهام سهل ام خطر هذاك ولا هذا؟ علاش سكت؟ يقروا عليه مثلا يقدر يكون داك الشيء عنده هو جواب ولكن سكت، ولكن الصمت اقرار. اذا لماذا الدفاع؟ اش كيقول لك اليوم النص اتي وكذا وقال قال له خرج دير شي دعوه باش يسكت هذا الملف، هكا تيبقاو الناس يفكروا. اولا هذا شنو قالت اش كان في تحتها؟ قالت لك اسيدي هذا السيد خارج بحال الغوله تنسموها ولا يعني ديك عاكي بعاد عليه ولا شي حاجه بحال هكا. وعلاش تحط راسك في هذه الدائره؟ وحنا سيدي ننزهك كما ينزهك زملائنا الصحفيين، شفنا المواد ديالهم ما فيها حتى شي عناصر تكوينيه ديال اي فعل جرمي. وعلاش انت سكتتي على 4 ل 5 مليار ونص ديال وانا؟ علاش سكتتي عليها؟ والصحه ولا خاطئه؟ كيقولوا لجنه جات تما تصفي الملفات وعلاش ما قال لك كل شيء الا هذيك 4؟ واش وانا هي المسؤوله؟ واش انت هو المسؤول؟ انت كتنوب هذيك الطروبيله 140 مليون اللي عطاتها لك الموكله، واش تخلصت اتعاب عينيه؟ واش تخلص عليها الضرائب؟ هذه اسئله كيسالها الجمهور، لكل واحد بغى يكون وزير. شنو هو الجواب؟ الا يدير اللي عند اللي عتنتفض لشرفك وسمعتك عتنتفض في جميع ما يقال. ولماذا؟ ولا عتنتفض على شرفك من حقك، انا معاك اللي قاسك. انا معاك وادين كل واحد قاس سمعتك ولا صورتك ظلما ادينه. ولكن عندي سؤال، حتى انت تكون حريص على سمعه الناس. دابا انت ملي كتقول على استاذ جامعي بانه شبه تافه تافه وشبه مثقف والناس عرفوا بان المقصود هو منار سليمي، وراه كاينه ماده وهبي يقاضي منار سليمي. اذا هاد المثقف الاستاذ الجامعي الدكتور هو كيواجه الجزائر كيدافع على المصالح الداخل العليا ديال البلاد. تصور ان الجزائر بغات تهرس لنا هاد المثقف واخا تخرج لنا صفحات من عندها وقنوات ما كياثروش فيه، ولكن اللي جات الشهاده من عند وزير العدل المغربي اش كيقولوا البوليزاريو الجزائر؟ انت السيمانه الصيمي تافه وانت شبه مثقف. ماشي انا اللي قلتها، قالها وزير العدل. اذا انت بهذا التصريح حرقتي لنا ورقه قصتي المصالح العليا. وعلاش تقول لي شبه مثقف؟ وهذاك ما عندوش شرف، هذاك ما عندوش سمعه. سؤال اخر، دابا انتم في البا ما كتقيسوش السمعه والشرف عباد الله. هذاك ديالكم ديال البان في ازيلا شنو قال لها مستشار جماعي؟ قال لهم خرجوا علي الكلب. وترى جلسه كانت مقام الرئيس سيد الرئيس. تبت الرئيس سيد باش عندك هذا المحضر هذا، تبت عندك هذه النقطه هذه. تبت عندك هذه النقطه هذه السب. هذا السب. في وسط الدوره كيدير عمله السياسي قال لهم خرجوا علي الكلب. بحضور الباشا، الباشا كيشوف، ها الباشا خرجوا علي الكلب من البام. حلتي على شي جنود اخلاقيات؟ ها هو ذاك المستشار مسكين داير شكايه، فين هي الشكايه؟ وغير تقي يامر الناس بالتقى. ماشي نكمل البيت الشعري باش ما نتسقطوش في هذا البيت الشعري. لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. انت امين عام ديال الحزب والسلوكات ديال الاعضاء ديالك محسوبه عليها. قال خرجوا علي الكلب، وضحتي، اعتذرتي، حلتي على لجنه الاخلاقيات، القضاء قال فيه مال هذاك المواطن؟ واش كلب ماشي بواشا؟ حيت ما عندوش صفات وزير مسكين، عام مواطن مسكين صغيور. ومشى هو محقور ومجروح عندنا وسط البلاد، حس بانه ما تنصفش في بلاده، مستشار انتخبناه باش ينوب علينا، دخل يدير دوره سمع الكلب قدام الباشا، فقط لان المعتدي من عليه القوم. فين هو الجميع المغاربه المتساوون؟ فين هو المؤسسات؟ فين كذا اللي كيطبلوا عباد الله؟ هنا كيبان. اذا انتم عندكم، اذا انت كتقول، اذا انت خصك ما تقلقش امام شباط وامام بن كيران وجوج مهري وجوج عندك في الحبس، وامام كتقول انت من تحتيها، راه الناس كتبدا تسول. حيت انت ما كتوضحش، زيد عليها دابا انت كتقول كتشم التقاشر، كتعرف التقاشر. شنو ضربي هو انا؟ هو الحق على المؤسسه كلها تشتغل معايا. اذا انت عطيتي انطباع للمغاربه انك على علم بكل صغيره. وراه انت زكيتي هذا الشعور عند الناس، قالوا يا هذا قال لك شم التقاشر وما يعرفش الامناء اللي معاه، حكي يسولوا الناس، حكي يسولوا، انت بريء. انت بريء. ولكن تحمل مسؤوليتك، راه انت حطيتي راسك في دائرة الشبهة بتصريحاتك بخرجاتك بتستورك على 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 محمد بن عيسى ملي قال السيد الكلب وتزكيتي زكيتي دوك الناس. انت زكيتي بيوي، انت زكيتي هذاك السيد وهم باقا ابرياء في نظر القانون. راك زكيتيهم، ما حتكون عندك حتى مسؤولية في هذه الهيلالة، حتى شي مسؤولية، وغتصعد دير بلاغ وغتدعي وغتستمر. كاين حتى مسؤولية كاع مرة. دابا انا بغيت نزكي شي واحد ما عنديش مسؤولية؟ ملي كنبغي نزكي فلان ولا كانت تزكيه فيها حتى شي مسؤوليه، نعطيه ولا اي واحد يزكي. علاش عطيناك انت امين عام؟ زكي لنا شكون؟ امين عام خصك تختار. وكلا كان هذا السيد من 2006 هو كيدير داك الشيء على حسب ورق القضيه دابا وباقي كيتمتع بقناه البراءه، ما هي مسؤوليتك انت كامين عام؟
وشحال من واحد عندك هذا هنا هذا هنا هذاك اللي في وزان هذا اللي في كذا هذا من هذا البام فيه بعض ماشي كاملين ماشي كاملين كاين وسط البام ناس نزهاء والحزب والحزب البام كان فكره نبيله في مهدها وفي بدايتها كان فكره جميله جدا وكان وقع فيه انحراف قال ابن شماس قال ابن عدي قال عباد الله ايوا ابن عدي كيهضر وابن شماس كيهضر وبشباط كيهضر وابن كيران كيهضر والجماهري كيهضر والقضاء والنيابه العامه كتهضر وكيفاش وعيجي تيجيني ما يهضروش الناس فاش الناس تهموك فاش قال لك انت انت عندك تقول تقاشر انت كتقول انت دابا كتقول الاعتقال اعتقلنا مدير شركه حتى المؤسسات اللي كتشتغل مع وزاره الاعلام هذه واحد المده اعتقلنا واحد مدير شركه كيخدم في وزاره مع وزاره العدل دابا انا غنسول واحد السؤال في هذه الشكايه دابا غنسولك سؤال دابا علاش انت ما عندكش الحق انك تقاضي علاش واخا عندك الحق من واحد الجانب كنعطيك واحد الحوايج تنتبه لهم ما عندكش الحق وفق هذا الشيء اللي قلت لك المحكمه الاوروبيه القانون ما عندكش الحق من الناحيه القانونيه ما كاينش جرائم دايرين هاد السيناس وما عندكش الحق لحظه ديالي اهم مره كاع لي ريت تستوعبها حيت انت وزير العدل عندك مكانه من شروط التقاضي السليم والمحاكمة العادلة أن يتساوى الأطراف أمام القضاء النيابة العامة طرف عتكون تما ولكن تقريب النيابة العامة قريب لها أكثر من التيجيني وقرب لها من من من, من إسحاق شهرية وقرب لها من العمراني علاش متقريب لها ماشي معناها النيابة العامة أنا كنحتار كنزه النيابة العامة غير رمزيا بالنسبة للقاضي راه كاين واحد أنت راك تعيط دابا دابا لا بغيت تعيط للداكي تناقش مع أمور ديال البلاد ولا المحاكم عندك الحق تعيط له ولكن دابا انت راك صيفتك مشتكي انت مشتكي غتعيط واش تيجيني يقدر يعيط للداكي دابا ويجاوبو واش اسحاق شاري غيجاوبو الداكي واش 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 العمراني غيجاوبو الداكي ها انت مشتكي ومشتكي بي انت غيجاوبك ما غنقولش غتوقع مع الداكي بشكل عام راه يقدر الانسان يعيط انت عندك هاد الفرصه كمشتكي فراسك 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 في التقاضي احسن من فراسك تقدر تقول له نسيت واحد الفصل واحد مثلا نقولوا مثلا انا ما عنديش هاد القدره غير هادي كونك وزير خصك تربع باش ما تورطش النيابه العامه باش ما تورطش الحرج دابا انت وضعتيهم في حرج دابا الناس الجمهور تيقول لك اسيدي هذا وزير رابح من دابا عاد لا دعكوه به صافي هو على البال حشتو مع الشخص اللي كيحرك النيابه العامه وهو اللي كيصاوب المحاكم وكيشري الكراسي للقضاة وكيشري لهم فوتوكوبيوز هو وزاره العدل عنده سلطه ما عندناش حنا شحال عطينا لوزاره العدل واخا القاضي مستقل في قراراته ولكن اذا هذا الشيء علاش حنا باش ما ندخلوش في هذه التفاصيل هذا الشيء علاش الوزير ما كيدعيش الوزير كيدير بلاغات الوزير كيدير ندوه صحفيه حاجه اخرى ما كتخلي ما تدفعكش تاعي الملك د البلاد قال انا وخيسي لي شي واحد قال وزير العدل ما تدعينيش وخيسي لي قالها قالها وزير العدل السابق ايوا علاش انت الملك ما يديك انت كيفاش ما تتبع السلوك د الملك واش انت سمعتك وشرفك اكثر من سمعته وشرف الملك على سؤال هذا حاجه اخرى ما تدعيكش ما تخليكش تدعي دابا انت اللي مشيتي باش تقدم تقرير شامل في جوني في حقوق الانسان كيفاش تجلس مع اصحاب عصر الانوار ومونتسكي والناس عينيهم خضر حقوق الانسان وانت جاي معك خنشه ديال المتابعات مع كيفاش دابا انت راه خصك تدعي الكون كله دعيتي منار سليمي قال لك عدي دعيتي واحد الموقع مع شنو قال داكشي ديال المحاماه غدعي فلان غدعي داك السياسيين غدعي الشاريه غدعي الاشكاين غدعي واحد خيله واحد اليوتيوبر مسكين ما سمعت شحال قدك تدعي ماشي في صالحك ماشي في صالحك كذلك حنا مغاربه كنراسوا مجلس حقوق الانسان عيب وعار عيب وعار عيب وعار حنا عندنا صحفيين ثلاثه في الحبس كنسمعوا لهم الزقه وعندنا قرارات امميه عليهم وعندنا البرلمان الاوروبي تيقول لنا حقوق الانسان وغدا نخرجوا عاوتاني جماعه عباد الله وزير العدل ما يتسع صدره ما يتسع صدرك الناس تشارشل تشارشل تعرف شنو هو تشارشل ما بغيتش نقول لك واش انت قلت تشارشل يقول لك عاوتاني تشارشل بطل القومي ديال الانجليز الفلوس شده اعاده بناء ما دمرته الحرب مشروع مارشال وجا الصحفي بيردو قال له كتب مقال قال لهم سرقتي تشارشلوا والحكومه سرقتوا ما سرقتوا شنو دار له تشارشل تلاقاه في العيد الوطني جاب له واحد القطعه الحلوى قال له هاك قال له عرفتي علاش عطيتك هذا الكعك الانجليزي قال له حيت فتحتي لي عيوني على ما وقع عندي وكذا بداك المقال ديالك دوغول بطل القومي د فرنسا منخرو طويل كتشدو لوكا لوكا ناشيني وكتبقى تعوج له منخرو ها واحد السيمانه ما داروش عليه مقال ولا جوج هو صيفط باقه دوار قال لهم ما عجبكم والو في منخري هاد السيمانه سارتر كتب كلام قالوا له المحيط ديال دوغول خصو يتعتقل هاد سارتر فمو كبير وفمو واسع قال لهم واش ما كاينش نعتقل فرنسا واحد المثل سيء الذكر ولكن ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير نقول اسرائيل اسرائيل الخبيثه اللي مع كامل الاسف
تصور مثال سيء الذكر. ما قال نزل البارح في هارز ديك الافتتاحيه ديالهم الجريده وكيقول لك هذه اروع مقاومه، عرفتي اش كيدير المقاومه وبرح وقال لك خرجتوا علينا والما ما بقاش والاقتصاد ما بقاش وهذه الحرب يا نطانيا كيدقدقوا. تصور كان ممكن شي واحد يوجه له تهمه ديال الخيانه العظمى لانه كيمس معنويات الجيش وكذا، حتى واحد ما هضر معه. هذا مثال سيء الذكر. تسع صدرهم في احنا في زمن السلم ما عندنا حتى حاجه، احنا سالينا احنا في المغرب، احنا مول المليح باع وراح، كاين دابا الله ورغا قولوا العام زين صافي ما عندناش مشكل احنا في البلاد. كاين شنو كاين هذا الشيء زعما موضوع دار؟ شوف على الموضوع كيفاش مخدره في لحظه قالوا لهاد الملف باي باي. شنو بغيتي ما يهضروش الناس؟ هذاك الصحفي الحياني الرياضي هي قال لك جبد اسماء، انا ما بغيتش نجبدها لان اليوم عندنا كاين واحد السياق تراعي له، ياك جابد واحد الوزير وكذا واش تفتح معاه بحث واش مع داك السيد واش بغيتي من هشام العمراني ولا تيجيني يقولوا زعما كاين كيفاش دابا انت حنا كنراسو مجلس حقوق الانسان ودير دعوه في هاد الظروف؟ ها بغيت غنفهمها اش كتراس المغرب كنراسو مجلس حقوق الانسان زيد وعندك وزير دار خنشه ديال عباد الله داهم على واش قالوا وقولوا خليهم يقولوا قول راه الشعب تيكون تيغلي خاص المسكنات ماشي مسكنات بداك المفهوم على الاقل الشعب تيقول لك الله نفس المواطن تيكون باغي يهضر ملي كيهضر صاحب بلاصتو كيفشو كيساهم في الاستقرار الاجتماعي وثانيا كيعطي انطباع الغرب هو دابا الدوله يقول لك اسيدي الناس في المعارضه برا ما يهضر حتى واحد وهجرتوهم ايه وهذو في الداخل وعلى الاقل الداخل بعدا يهضروا شويه القوعه باش طاكي وباش تجاوبوا ها هي حريه التعبير عندنا الثانيه هو انت رديتي الناس بخنشه اش من طيبع كتذكر الروايات الاخرى واش غداش غتقول في حقوق الانسان ها نقول لك اش اهم فكره بعدا مهمه بزاف هذه اللي غادي نختم معك بها دابا انت عندك مكتب ديال المحاماه وعشتي حياتك كلها مفطح مزيان تصور دابا غتولي وزير عرفتي شنو هي وزير كتجلس حدا كتجلس حدا الوزير حدا في المجلس الوزاري حدا الملك راه الملك ليه راه انت ليه وتصور باش تجلس حدا الوزير ودوز لك واحد البركه الملايين واش 13 واش كذا في الصالير وداك التعويضات والاواني الفضيه ياك تصور عندك في الدرجه الاولى تصور عاد تمشي للعالم عاد تمثل المغرب في الامم المتحده والتقرير الشامل تصور هاد التفاطح هادي تصور انت مفطح معالي الوزير فيما مشيتي شي اوطيل السلامات تميتي غادي في طريق السلامات كتعيش المجد المعنوي الراحه كوزير مفطح هاد الشعب المغربي مسكين المسحوق ما تصبرش عليه شويه لا هضر فيك شويه تصور غتفطح وعاد حدا الملك وتركب في الطياره الاولى وغتاكل اروع انواع الماكولات وعاد مع السلامات تعطالك وفي نفس الوقت حتى واحد ما يهضر عليا عيش عادي عيش عيش غير هادي علاش ما يهضروش عليك الناس علاش عاد بغيت نفهمها علاش ما يهضروش عليك الناس وزير العدل الالماني غير كلمه قال له الصحفي راك خديتي شي جمله من شي اطروحه مشى استقل ما دعاه ما والو رئيس الحكومه الهولنديه قالوا له ما عرفتيش تصرف في المساعدات وكذا ديال كورونا مشى استقل ملك اسبانيا قالوا له كذا وخليتي البلاد ودرتي ودرتي هاني شاكر عاون البارح واحد المقال نزل على ملك اسبانيا هاني شاكر احنا هنا عرفتي هنايا الحبس غرامه تعويض التشهير ما اختار وحده في هادو انت وزير العدل الاستاذ وانت محامي وانت يا محامي وكانت عندك مجله وانت ملي كنتي كتهجم على القضاة والضحاك ودريس والضحاك ودريس البصري مع الضحاك والتليفونات شنو كنتي كدير تما كان عندك شي شنو زعما هذوك ما عندهم السمعه ما عندهم شرف وهذاك المستشار الأزيلة ما عنده شرف خوتي المغاربه هذه متابعه وجهه نظري الصحفيه للقضاء كل احترام يعني كنضامن مع الزملاء الصحفيين ومع الاستشاريه ومع الاصوات الاخرى اللي متابعه في هذا الملف اقول للسيد عبد اللطيف وهبي ما كان عليك ان تخطو هذا يمكن عندك اهداف سياسيه المؤتمر الربح باغي شي حاجه الله اعلم ولكن السياسه ما ديرهاش على حساب صوره الوطن ولا حساب مصالح الوطن صورتنا تدمي القلب الصوره الحقوقيه في المغرب بلا ما نبقاو نزوقوا في الهضره صورتنا تدمي القلب صورتنا تدمي القلب من الناحيه الحقوقيه وانت كتزيد تورط هذه الصوره كنتمنى العقل يرجع العقل وكنتمنى ان القضاء المغربي وانا متاكد ان القضاء المغربي لن يجاري السوهبي في هواه السياسي كنقول زعما ما عرفتش ولكن كنظن زعما هاد البلاد راه حيت هاد البلاد واخا كننتقدوها واخا تكوينا بها واخا تظلمنا فيها مع ذلك والله ما
فيها عقلاء وفيها حكماء. والله وخلونا مع وهبي ومع بعض. والله لا شفتوا هذا الفيديو اليوم بالله العلي العظيم. هاد السياسية مع كامل الأسف. كنشكركم أخوتي المغاربة، إلى اللقاء.